أنا شايف إن حضرتك عندك هوس بالطاقة الشمسية. حياتي أول شغل عملته في الطاقة الشمسية كان سنة 89. بحب أشكر حضرتك وأظهر تقدير لمجهوداتك، لأن أي مجهود الأيام اللي جاية من أجل توفير الكهرباء في مصر هو مطلوب. كل ما تعلمته يبقى علمي وانتفع بيه. لو أنا بفك الخط في الطاقة الشمسية في 36 سنة اللي عدتهم في المركز القومي للبحوث المدرسة الكبيرة العظيمة، فأنا عايز تطبيقات الطاقة الشمسية اللي تعلمناها وعلمناها لشبابنا تبقى واقع موجود ملموس منتج موجود. برنامج حلم سعيد يومياً في رمضان مع الإعلامي سعيد جميل، الساعة 7:40 مساءً حصرياً على القاهرة والناس. أهلاً بكم في العاصمة. هذا البرنامج برعاية